ينبغي للإنسان عندما يجد شيئا من الروايات أن يتثبت، فإن الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلفت، منهم من وقع منه الخطأ، ومنهم من كانت له أهداف وأغراض، ومنهم طبعا من كان على الحق. فلابد أن ينظر الإنسان إلى الراوي والمروي، أن ينظر إلى المتن وإلى الإسناد. فالعلماء عندما تكلموا على تصحيح الأحاديث وتضعيفها لم يكتفوا بالنظر إلى الإسناد وحده، فلذلك عندما يعرفون الحديث الصحيح مثلا يقولون ما اتصل إسناده بنقل العدل الثابت من غير شذوذ ولا علة مثلا، هذا تعريف كثير من أهل العلم. فما يتعلق باتصال السند وبثقة الرواة وضبطهم هذا متعلق بالإسناد، وهذا قد يكون الأمر في كثير من الأحيان فيه أيسر في البحث. وأما ما يتعلق بعدم وما يتعلق بالشذوذ أو والعلة فهذا يتعلق بالإسناد ويتعلق بالمتن. وكثير من الناس يكتفون بالنظر إلى الإسناد وحده من غير تمحيص في المتون والنظر إليها، هل هي معارضة للكتاب، هل هي معارضة لما هو أقوى منها من الأحاديث، وهل هي معارضة لبعض الأمور الأخرى المعتبرة. وأقول معتبرة وأكرر عليه لأن كثيرا من العقليين يردون كثيرا من الأحاديث لبعض الأوهام الباطلة التي لا قيمة لها. فعندما نجد مثل هذه الأحاديث لا نكتفي بدراسة أسانيدها، والعلماء بيّنوا ذلك ونصوا عليه، فكم من حديث حكموا بصحة إسناده ولكنهم مع ذلك حكموا ببطلان متنه. كم من حديث تجد العلماء يقولون صحيح الإسناد باطل المتن، ويقولون رواته ثقات ولكنه باطل أو موضوع أو ما شابه ذلك. قد يستغل هذه القضية بعض الناس الجهلة من العقليين وأشباههم فيقولون هذا هو الدليل الذي لا تجدون عنه جوابا، وهو هؤلاء الثقات الذين رووا هذه الأحاديث وأنتم تحكمون ببطلانها، فكيف التوفيق بين هذا؟ فكيف توفقون بين هذين الأمرين؟ الجواب سهل بحمد الله تبارك وتعالى لمن أراد الحق، وهو أن العصمة منتفية عن البشر إلا من عصمهم الله من الأنبياء والرسل، والإنسان عرضة للخطأ والنسيان والذهول. ولذلك قالوا العلماء الأحاديث الأحادية ترد لا تقبل في باب العقيدة، تارة ترد وتارة يتوقف في أمرها. فالصحابة مع قرب عهدهم من النبي صلى الله عليه وسلم ردوا بعض الروايات التي رواها بعضهم الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفوا في بعض الروايات الأخرى. فهذا ابن عمر مثلا يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، وترد عليه السيدة عائشة وتبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، لكن هل ردت السيدة عائشة كل ما يرويه ابن عمر أو ردت ما أخطأ فيه ابن عمر؟ وهذا ابن عمر يقول بيداؤكم التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، بيداؤكم التي تكذبون عليها، عندما روى أنس وغيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى على البيداء، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان حاضراً مع النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع إليه عندما لبى صلى الله عليه وسلم على ناقته عند المسجد. فلما روى بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى على البيداء اشتد ابن عمر وقال بيداؤكم التي تكذبون عليها، حكم بخطئهم. لكن هل رد كل ما رووه؟ لا. لكن يبقى سؤال ويقول قائله من الجهال،
هذا ابن عمر يكذب بعض الصحابة، فكيف يمكن أن نأخذ برواية الكذابين؟ وقد يقدح في أولئك الصحابة وقد يقدح في ابن عمر حيث كذب من خالفه. نقول من قبل نفسك أوتيت، وبراقش على نفسها تجني. أنت لم تعرف مصطلحات أهل العلم. العلماء يطلقون في بعض الأحيان الكذب ولا يريدون به الكذب المعروف، وإنما على ما تحقق خطأه، على ما تحقق خطأه وجزم به وليس له نصيب من الصحة أبدا. فعندما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه متحققا من خطأ أولئك الصحابة الذين رووا أنه لبى على البيداء، لأنه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قد لبى قبل ذلك، أطلق على ذلك الكذب، أي أنه لا يحتمل الصواب ولا يريد بذلك الكذب، الكذب الذي وردت الأدلة القرآنية والحديثية إنزين في تحريمه، وإنما أراد بالكذب الخطأ الشديد الذي لا وجه له من الصواب. بل يطلقون الكذب على ما هو أعم من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صدق الله وكذب بطن أخيك، هل هنا يريد بالكذب الكذب المعروف؟ ويقول كذب أبو السنام، فهل ماذا يريد بذلك؟ لكن القضية أن كثيرا من الناس لا يأخذون عن أهل العلم ولا يبحثون في مؤلفاتهم ولا يسألون العلماء الذين في عصرهم، بل يتكبرون عليهم ويقعون في مثل هذه الأخطاء الفاضحة، ويردون بذلك الأحاديث النبوية، ويجرحون العلماء، ويقدحون في رواياتهم، وما ذلك إلا بسبب جهلهم. فالمصطلحات تختلف. فالكذب في مثل هذه الرواية التي قال بها ابن عمر، وما أراد أن يكذب أنسا ولا أن يكذب غيره من الصحابة الذين رووا ذلك، وإنما أراد أن يحكم بخطئهم. والخطأ يختلف، تارة يمكن أن أحكم بخطأ كذا، لكن هذه التخطية ظنية، أي يمكن أن يكون لها محل من النظر، أن يكون لها نصيب من الصواب، وتارة يكون الأمر بخلاف ذلك. على أنه يمكن نحن أن نجمع بين الأمرين ونقول الرسول صلى الله عليه وسلم لبى على البيداء ولبى قبل ذلك، لكن أولئك الصحابة الذين سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لبى على البيداء ظنوا أن ذلك الوقت هو وقت البداية، أي أنه لم يلبي ذلك في ذلك، فكان خطأهم من هذه الناحية. لكن من الناحية الفقهية العملية نأخذ بالرواية التي جاءت من طريق ابن عمر ونقول أولئك أخطأوا في قضية البداية، لكن كونهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يلبي على البيداء ما أخطأوا فيه، إلى غير ذلك من الأمور. أما البحث في هذه القضايا التي ذكرت فهذا يحتاج إلى وقت لا يمكن أن نجيب عليه الآن، وإنما أكتفي بهذه، وهو أنه لابد من النظر في الإسناد والمتن مع معرفة مصطلحات أهل العلم، كما أنه في قضية وجود شدة بعض العبارات من بعض الصحابة إلى في حق بعضهم الآخر، لا يلزم أن يكون ذلك عن بغض أو أنهم يحكمون بفسق ذلك المخالف أو ما شابه ذلك، وإنما قد تخرج بعض العبارات التي لا يقصد بها ما هو ظاهر منها، وذلك في حالة غضب أو ما شابه ذلك، ثم يرجعون إلى الحق ويستغفرون الله تبارك وتعالى. ففرق بين بعض العبارات التي تخرج في حالة غضب، لا يريد ذلك القائل منها ما يتبادر إلى الذهن عند سماعها، ولكن يريد بها تشديد في قضية من القضايا، وذلك أمر مصطلح معروف، مصطلح عليه معروف بينهم، مع أن الأولى كان أن يكون الأمر، مع أن الأولى أن يكون الأمر ألطف من ذلك، لكن البشر مهما كان قد يتلفظ في بعض الألفاظ في بعض الأحيان ببعض الألفاظ، ثم يرى أن الأنسب
والأولى في حق صاحبه ما هو خلاف أو ما هو مخالف لذلك فيعتذر ويستغفر ربه ويتوب إليه. فالذي يذكر أو يذكره كثير من الناس مما وقع بين السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وبين السيد أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه ليس على حسب ما يهول به كثير من الناس، فرضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فما كل ما نقله الناقلون من الجفوة الكبيرة هو الواقع الذي كان بينهم، قد يكون شيء من العتاب أو ما شابه ذلك، وهذا يقع بين الصالحين. فعلينا أن نترضى عنهم وأن نستغفر لهم، وأين نحن من أولئك السادة الكبار رضي الله تعالى عنهم. فلا تأخذ عن كل من هب ودب ممن لهم أغراض سيئة من أصحاب الأهواء الذين يقدحون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقصد بذلك من أخطأ خطأ واضحا وخالف الحق مخالفة صريحة، ولكن أيضا ليس بالقدح والسب، ولكن ببيان الحق والصواب ومن هو المصيب والمخطي. ولو أمكن السكوت عن ذلك لسكتنا، ولكن هنالك طائفة من الناس تشنع على أهل الحق وتحكم بضلالهم بل وبكفرهم في بعض الأحيان عندما خالفوا في بعض القضايا، فلا محيص في هذه الحالة من بيان الحق في تلك القضايا مع عدم حكمنا على بكفر أحد منهم ولا بأنهم من أهل النار، ولكن نقول أخطأوا الصواب وجانبوا الحق في تلك القضايا، أما الجنة والنار فأمر ذلك إلى الله تبارك وتعالى، لكننا نتولى المحق ونبرأ من المبطل إذا كان خلافه، وهو لابد أن يكون كذلك إذا قلنا المبطل، لكن نبرأ من المخطئ إذا كان خطأه متحققا لا يحتمل الصواب. أما أن نحكم عليه بجنة أو نار، نحن لا نعلم من تاب وأناب قبل موته ومن رجع إلى الحق منهم، فمن علمنا بأنه رجع إلى الحق توليناه من غير أن نقطع له بجنة، ومن علمنا أنه لم يرجع إلى الحق من قامت عليه الحجة بأنه من أهل البراءة تبرأ منه، ومن لم تقم عليه الحجة توقف في ذلك ويكفيه ذلك، وإن جهلت فرضك الوقوف وهو سبيل عندنا معروفون.